شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة وبركاته. أحييكم في ليلة طيبة مباركة، في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بموعده صلوات ربي وسلامه عليه أضاء الزمان حوله وأضاء المكان. أرسله الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ويأتيهم إلى صراط الله العزيز الحميد. وبهذه المناسبة الطيبة يطيب لنا دوما استمع إلى آيات مبينات من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من الحكيم الحميد. مع إخوة الإيمان نستمع إلى تلاوة كريمة لما يتيسر من آيات الله البينات، تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صبري أحمد المشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
Oh.
التي الفرقة كلها فرقت بقى أنت في بدأنا نشتغل الله تعالى وجعلنا الليلة والنهار عيتين في الوقت تعليق جميلة سيدي جميلة منش يا منش وكل شيء من اليوم عليك حسيبا
نصيبا. Thank you.